وللوقوف أكثر على الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. مرحبا بك معنا. يا سيدي الكريم، أهلا وسهلا فيك. كما تقول التقارير، 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر حسب منظمة ميرسي كوربس الأمريكية. ما الذي أوصل الأوضاع لهذا المستوى في سوريا على الرغم من وجود مساعدات؟ بداية، الأمر لا يتوقف عند الموضوع المادي أو الموضوع الخدمي أو موضوع المساعدات المادية. الأمر يحتاج كان منذ البداية إلى قرار سياسي حاسم من المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب وإزالة هذا النظام الذي يعد السبب الأول لما آلت إليه أوضاع السوريين ولما آلت إليه أحوال البلاد. الأمر الآخر هو سوء إدارة أزمة اللاجئين. منذ البداية لم يكن هناك برامج حقيقية، لم يكن هناك إدارة جيدة لهذا الأمر. دائما كان هناك يوكل الأمر إلى أشخاص غير كفؤ أو إلى منظمات ليست مطلعة على الوضع الحقيقي للاجئين. يتم التعامل مع أزمة اللاجئين على أنها تمر أزمة الشتاء، نعمل على هذه الأزمة إلى حين أن تنقضي بأدنى مستوى كان. تأتي بعدها أزمة الصيف، كذلك الأمر يتم التعامل معها بأدنى مستوى إلى أن تمر هذه الأزمة. تأتي أزمات طبية، الأزمات التعليمية أيضا يتم يعني كما نسميها الهروب إلى الأمام. نعم. في كل أزمة يتعرض لها اللاجئين. لكن يبدو أستاذ رضا أن هناك عمليات تجويع ممنهج من النظام وحلفائه، يصاحبها عمليات تهجير منظمة. كيف تؤثر تلك العمليات على تعقيد الأزمة؟ سيدي، هذا الأسلوب اتبعه النظام منذ البداية. نحن نعلم جميعا الحصار الذي حصل في الغوطة الشرقية، الحصار الذي حصل لدارية والزبداني ووادي بردة في مناطق دمشق ومعظمية الشام وغيرها من المدن السورية الكثر، إضافة إلى بعض مدن ريف الشمال في حمص. وصلت الناس إلى أن تأكل أوراق الأشجار، إلى أن تأكل الحيوانات الموجودة أيا كانت. هذا أمر كان متبع. إضافة إلى موضوع التهجير والتغيير الديمغرافي للبلاد الذي أيضا يدخل ضمن سياسة ممنهجة، سياسة موضوعة مسبقا لتفريغ البلاد من سكانها الحقيقيين وإعادة توطين شخصيات تتلائم مع هذا النظام ومنحها الجنسيات لأسباب سياسية ولأسباب عقائدية للمستقبل الذي يضمن به بقاء هذا النظام. نعم. إلى أي مدى ترى أن هذه الأزمة يمكن أن تسبب في موجة جديدة، موجة لجوء جديدة كالتي حصلت في 2015؟ لا أتوقع أن يكون هناك موجة لجوء في كبيرة كالتي حصلت في عام 2015 وما بعدها. أتوقع أن يكون هناك لجوء بشكل جزئي كالذي يحصل حاليا الذي لم يتوقف بشكل نهائي لعدة أمور. بسبب ضبط البلدان التي تتصل مباشرة مع أوروبا أو بعض الدول التي يلجأ إليها السوريون، أو لضبط الأمور من الناحية المادية عندما قدمت هذه الدول المساعدات المادية لهذه الدول. أيضا قالت أبقوا هؤلاء اللاجئين لديكم ونحن نتكفل بهم كون بلادنا لم تعد تستوعب، وكان هناك قبول من بعض الدول في هذا الأمر، إضافة إلى ظروف جائحة كورونا التي أيضا حدت الكثير والكثير من سفر أو من لجوء السوريين إلى القارة الأوروبية. نعم. الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن لا تحاول هندسة تغيير للنظام في سوريا، ولكنها ستطالب ولا تفرض طبعا بالعدالة للشعب السوري الذي عانى من نظام الأسد. ألا يعد هذا طرحا متناقضا؟ نعم، حقيقة هذا التصريح كان مخيب للآمال جدا بعد الموقف الأمريكي الذي شاهدناه في المرحلة الأخيرة على أنه موقف حازم لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذا النظام. لكن التفاهمات الدولية والحسابات الدولية ومصالح الدول لا يعلمها إلا من كما نسميها يطبخها بالمطبخ السياسي حقيقة.
هؤلاء فقط من يعلم إلى ماذا ستؤول إليه الأمور. الشعب السوري لم يعد بحاجة لأنصاف حلول، نحن بحاجة لحل نهائي حقيقة. بعد 10 سنوات أصبح من المذل والمهين لهذه الدول أن تدلي بتصريحات بهذا المستوى، التي كنا نأمل في هذا العام أن يكون هناك حل نهائي وعودة هذا الشعب إلى بلاده، وعودة هذه البلاد إلى ما كانت عليه. أشكرك جزيلا ضيفنا من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.